بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم عن الانتشار شنو الادجستمنت مات الكومبليت دنتشر. باللحظة اللي انت راح تلبس بيها الدنتشر للبيشنت ماتك، راح تبدي تراجع وتستعرض كل الخطوات اللي انت مريت بيها، شلون اختاريت الماتيريال، شنو النوع الامبرشن اللي اخذتها، الافكتيفنس مال الطريقة اللي انت يعني اتبعتها، السكيلز مالتك ومالت التكنيشن، كلها راح تقعد تحسبها، تعيد حساباتها. اللي راح يعني راح تسوي تقييم شامل للدنتشر. هذا التقييم مالتك اللي يقيمونه هم 3 اشخاص، القيمة انت كطبيب اسنان، والبيشنت يقيم، وكذلك الريلاتيف اللي جايين ويا البيشنت، سواء كان صديق فاميلي، المهم منو اللي هو موجود وياه. فبالنسبة لجزء الايفالويشن الخاص بك انت كطبيب، وهذه التقييمات هي راح يعني تقييماتك انت هي اهم تقييمات، لانه انت وحدك تعرف الامكانيات، الحدود اللي بالمعالجة مالتك لهذا المريض. زين، ثاني شيء الايفالويشن مالت البيشنت نفسه وتأثره او تقييمه راح نشوفه على شكل احنا الرياكشن مالتك، ردة فعل مالته، ممكن يكون قبول شديد او خوف او تخوف. انت لك دور بهذا الموضوع، طبعا انت لك دور بزيادة، دور كبير بزيادة ثقة البيشنت بنفسه، بتحسين او تلطيف الاكسبكتيشن مال توقعات البيشنت هذا نفسه. ويعني اوف كورس اذا هو عنده فد هيستوري قبل لابس دنتشر راح ياثر على القرار مالته او التقييم مالته. زين، الشخص الثالث اللي راح يقيم هو الفريند او الريلاتيف، قلنا بصورة عامة اللي جايين ويا البيشنت، فخلينا نعتبرهم فريند ايفالويشنز، يعني تقييمات الصديق. وهذه الفئة بأغلب الأحيان تشخيص مالتهم يكون غير دقيق. ليش؟ لأنه هم ما يعرفون شعور البيشنت، ما يعرف البيشنت شلون دا يحس، هو ايش دا يحس هو لابس الدنتشر، شلون ياكل بي، شلون يقدر يحكي بي، ولا هو عنده معرفة بالتعب مالتنا واحنا شلون يعني شلون اساس عندي بحلق البيشنت واشتغلت عليه وسويت عنده سويت له دنتشر، ولا يعرف الصعوبات اللي اني واجهتها. يمكن بالاساس ما يتخيل عن الوجه دا اسوي دنتشر لهذا البيشنت. فوجود هذه الفئة مرات يكون فد شي بوزيتيف، ومرات يكون بالعكس يزيد ينطي فد يعني فد صعوبات للشغل، يعني وجوده فد شي سلبي، لانه ما كان على اطلاع يعني على المعلومات كلها من البداية للنهاية، على الحكي مالتي ويا البيشنت، فراح يجي بالنهاية ممكن راح يكون تأثيره سلبي على يعني على البيشنت بعد ما اسوي له اني الانسيرشن للدنتشر مالته. نجي على البروسيجر اللي انا اسوي بها الانسيرشن مالت الكومبليت دنتشر. انا مو يجيني الدنتشر، يجيني البيشنت باخر فيزت، ما اصدق اخلص من عنده لبس الدنتشر واروح لبيتك، لا، هذا مو حل. الحل انه انت بيوم هذه بالانسيرشن ابويتمنت تقعد البيشنت، تسوي ريفيو على كل المعلومات اللي كنت تسولف له عنها من ايام الامبريشن والدايجنوسيس الى ان وصلت هاي المرحله، تسترجع الكلام مالتك، شلون كنتوا تاخذون الطبعه، شنو قلنا على طبيعه الاوكلوجن، شنو قلنا على لون الاسنان، شنو قلنا على كل شيء، ونظل احنا نسوي ريفيو وياه. واحنا طبعا هي كل ستيب من يجيني انا اخذ له فد فاينل امبريشن او جو ريليشن او تراي ان، كل ستيب من يجيني انا اراجع وياه المعلومات عن الدنتشر، انه انا راح اسوي لك كذا، انه انت بالنتيجه كذا، طريقه اكلك راح تكون كذا. فكل فيزيت انا راح يجيني اسوي ريفيو على هذه المعلومات، حتى اذا فد شيء ما فاهمه هو راح انا اعيد اشرح له اياه، وبالتالي اوصل الى انه بيوم الانسيرشن راح يكون اسهل عندي، راح يكون متفهم للموضوع. اكو يعني فد طرق معدده معينه احنا نتبعها خلال الفيزيت مالت الانسيرشن حتى اشوف شغلي اني اوكي لو لا. يعني يقول لك اذا فد ان اكيوريسيز او بالماتيريال او الطريقه اللي اني بالميثود اللي مسويه بها انا الدنتشر مالتي مسببت لي فد مشكله، فاني هذه المشكله لازم اعرفها وين، شنو هذه المشكله، واصححها قبل ما اسلمها للدنتشر، قبل ما اسلم الدنتشر للبيشنت مالتي. زين، لو وجد تصير عندي هاي الان اكيوريسيز او الاخطاء، ممكن تصير عندي، ممكن اول شيء تكنيكال ايرور اور ايرورز ان جادجمنت ميد باي ذا دنتست، ممكن اكون اني اتبعت قرار خاطئ، ممكن تكون هي تكنيكال ايرورز يعني التكنيشن سواها باللابراتوري، ممكن تكون inherent deficiency of material used for fabrication of denture، الماتيريال اللي اني يعني مستعملتها اسوي بيها الدنتشر هي بيها مشاكل ذاتيه.
احنا مثلا اذا البيشنت مالتك هو عنده دنشر قديم لابسه، فانا شو اقول له؟ اقول له قبل ما تجيني بالفيزيت مال انسيرشن اقل شيء 24 يوم، اقل شيء يوم كامل ما لابس الدنشر انت مالتك بيه، مو يجيك لابسه وتنزع القديم وتلبسه الجديد، لا اني احتاج ننطي فرصه للميوكوزا ان نصير بها ريباوند، انه تصير بها يعني هيلينج شويه، اصير هيلثي قبل ما البس الدنشر الجديد. تقدر تاخذ الدنشر القديم من عنده قبل فتره وتضمه عندك بعد احسن، ما قدرت فور اني ريزن البيشنت ما يقبل يطلع بابليكلي بدون دنشر حتى لو، المهم فور اني ريزن ما يقبل البيشنت وتقول له اقلها 12 الى 24 ساعه قبل الانسرشن تجي انت نازع الدنشر القديم مالتك، حتى اكون ضامنه انه التشوز مالته صايره كليتها هيلثي ونورمال قبل ما البسها الدنشر الجديد. فيما لو انه البيشنت رفض فور اني ريزن، ما يقدر يبقى بدون اسنان، ما يقبل يبقى بدون دنشر، فبهاي الحاله ممكن اني اسوي في سوفت ريلايننج ماتيريال حتى لو هي تمبراري، احتاج شغله كم يوم على مود شنو تسمح لي بالتشو انه ريكفر اذا بفد شي اريتيشن او انفلاميشن، بحيث يوصل الى حاله انه يكون هيلثي قبل ما اني اسلمه الدنشر الجديد. زين، قبل ما اسلم اني الدنشر مالتي للبيشنت، مو راسا اقول له تعال واخلي الدنشر بحلقه، لا انا لازم اسوي اكزامينيشن للدنشر مالتي، افحصه الزمه بايدي اتفحصه، والافضل الا يكون عندكم عدسه مكبره حتى نشوف الدنشر بها واضح، لانه مهما يكون اكو امبرفكشن بالاكريليك مو واضحه، لازم عدسه مكبره يلا نشوفها. اجي اني اشوف التشو سيرفز جزء الدنشر اللي راح يقعد على الميوكوزا بالعدسه المكبره مالتي، اشوف بها فد امبرفكشن فد شعفوره شعفورات، اذا فد حد فد شي خشن اني ممكن بايدي من امررها على التشو سيرفز راح احس اكو خشونه بهاي المكان، احس اكو فد شي حاد وانعمه. زين، ومثل ما قلنا همواتينا بالعدسة المكبرة، بعدين اشوف البولش سيرفس اتأكد انه انت سموث، انه بأشوف الفلانج اريدها تكون ناعمة والثكنس مالتها معقول، مو كلش ثك ولا كلش ثن صايرة مثل السكينة، لا اني اريدها تكون راوند ما بيها شارب انجلز. اشوف الدنشر بوردر مالتي لازم تكون راوند وسموث وما بيها اي اوفر اكستنشن. زين، هذا سويت اكزامينيشن للدنشر بصورة عامة. اجي اتفحص الاجزاء مالت الدنشر وحدة وحدة بالنسبة للدنشر بيز. زين، هسه بعد ما كملت فحصه بايدي اجي افحصه بالبيشنت ماوث، افحص جزء جزء من عنده. اول جزء راح اني اجي افحصه افحص الدنشر بيز، بما انه الميوكوزا مالت البيشنت مات الانسان بها الكومبرسيبلتي مالتها تختلف من مكان للثاني، اكو مكانات بالاورال كافيتي الميوكوزا بها ثيكر ذان اذرز، يعني بها ثيك ميوكوزا اكثر من منطقه ثانيه، فالكومبرسيبلتي بهاي المنطقه اكثر من الثانيه، فلذلك السبب حتى وان كنت انت الامبريشن مالتك ضابطها ومسويها واو وكلش بيرفكت، ممكن احتاج اني شويه ادجستمنت اسويها بالدنشر بيز لما اني البسه للبيشنت، فالبس اذا عندي منطقة اندركات او شيء او اي بريجر اريا تحتاج ريليف اني اسويها اعدلها. بس شلون راح اعرف المنطقة اللي تحتاج ريليف؟ خما اني احط يعني على تقدير مالتي، ها قال لي صفحة اليمين، اجي صفحة اليمين كليتها بالبير مالتي واشيل من الفيتنج سيرفس، لا هيك راح اخرب الدنشر. اكو فد ماتيريال عندي اللي هي اني اسميها البي اي بي او بريجر انديكيتنج بيست، هذا البيست اني اخليه على الفيتنج سيرفس مالت الدنشر طبقة ثن لاير وألبسه للبيشنت بفم البيشنت، ومن أطلع على المنطقة راح يحدد لي المكان اللي هو هاي بريجر اريا، أقدر أني أسوي ريليف بهاي المنطقة. فالبي اي بي أو البريجر انديكيتنج بيست إيش وقت يفيدني؟ بريجر سبوت may have been present in the final impression which was otherwise acceptable and used، يعني فد عندي فد بريجر سبوت من اني ماخذ الفاينل امبريشن ضغط على مناطق اكثر من الثانيه، فبالتالي الدنشر بيز راح هذه المناطق تصير بها ضغط، فاني اقدر بهاي الحاله اعرف المكانات مالتها واعدلها. ممكن هي بروسيسنج تشينجز خلال عمليات الطبخ مالت الاكريليت مالتي، خصوصا بالمجزله صار بها كونتراكشن فصار في المناطق بها خلل بها بريجر اريا صارت، المفروض اني اسوي ريليف، ممكن تكون باللاترال سيرفس مالت المجزيلاري تيوبروستي اريا تظهر اكثر شيء، فيعني حتى اني اعرف يعني المكان اللي يحتاج اسوي له ريليف.
ممكن عندي اندر كات، خصوصا اذا هي بايلاترال اندر كاتس من الجهتين، فهذه تعيق الانسيرشن انيشال بليسمنت مالت الدنتشر، راح يصير عنده الم البيشنت من يلبسه. فاني اقدر اسوي ريليف، اعرف المكان المحدد اللي اسوي بيه ريليف على مود الانسيرشن والريموفل يكون اسهل ومور كومفورتبل. المناطق الاخرى اللي احتاج اسوي بها ريليف، انا عندي مثلا اذا صار عندي بروميننت مايلو هايويد ريدج، المكان الانسيرشن مالت المايلو هايويد مصر، فالميوكوز تصير فوقها ثن ومن عليها اي بريشر تصير بينفول، فالمفروض اسوي ريليف بهاي المنطقه. انا كذلك لما يصير عندي سيفير ريزوبشن بالريدج والمنتالس والانسيسيف كانال تصير قريبه على الريدج، بحيث الدنتشر يضغط عليها يسوي بيرنينج سنسيشن عند البيشنت، فهذه المناطق كلها تحتاج ريليف حتى انه اني اتجنب الديسكومفورت اللي يصير عند البيشنت نتيجة هذه البين. الطريقة مالتي شلون؟ اجيب الدنتشر بيز، اني انشف هالفيتنج سيرفيس لازم يكون ناشف تماما، بعدين اجيب البرشر انديكيتنج بيست واستعمل فرشة نفسها فرشة الرسم، ادهن السطح الداخلي مالت الدنتشر ادهنه بالكامل بالبرشر انديكيتنج بيست، والبس الدنتشر للبيشنت. بس لما البسه اضغط ضغطه خفيفه بايدي، ما اخلي البيشنت اقول له انت عض على الدنتشر مالتك، ممكن العظه مالته مو مضبوطه، يعني صايره مشفت العظه مالته او شيء، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير الدنتشر يشفت من مكانه، الضغط على الميوكوزا بمنطقه اكثر من الثانيه. فالافضل، لانه بعده ما متعود على الدنتشر هو، فالافضل ما اخلي يعض علي البيشنت لما انا مخليه البريشر انديكيتنج بيست. زين، اني بما انه اني مستعمله فرشه طاليه بيها البيست على الفيتنج سيرفيس مالت الدنتشر، فمن البسه للمريض وانزعه اللي راح اشوفه بالفيتنج سيرفيس هو واحد من هذه الاشكال، يا اما اشوف كلين وايب، يعني منطقه كلش عدله وممسوحه بالبريفري، هاي واني دا البس، معناتها واني دا البسها للبيشنت تشيك مسحها، مسح البرجر انديكيتنج بيست من هاي المنطقه. زين، وهاي ما تحتاج اسوي لها ادجستمنت او شيء، ما اعتبرها هذه هاي سبوت وتحتاج ريليف. اذا هي الخطوط اثر الفرشه اللي انا طاليه، يعني الطلائي راح يصير على شكل خطوط من الفايبرز مالت البرش، فاذا هذه صار يعني الكونتاكت مالتها ديستربد، يعني مكانات متقطعه بس كليتها مو مكان عن الثاني، يعني مكان متقطع ومكان خطوط عدله بي، لا اذا كلها هاي الخطوط بها مكانات متقطعه، معناتها اكو فيت كونتاكت، بوزيتيف كونتاكت بتوين كل الفيتنج سيرفيس والميوكوزا، اذا كان الديستربنس باللاين متوازي متساوي. زين، الاندستربد برش لاين، يعني مكانات الخطوط مالت الفرشه عدله كل شيء ما بيها، مكانات لا صار بها ديستربد بتخرب التنظيم التخطيط مالت الفرشه، معناتها هاي شنو؟ اكو هنا يعني او هاي المنطقة اللي متخربطة بس هي بيها برجر، والمنطقة الثانية لا ما بيها برجر. زين، اذا صارت يعني كليتها الخطوط الستريكس او هاي العلامات مالت الفرشة على البرجر انديكيتنج بيست كلها نفس ما هي، ما تغير بها اي شيء، معناتها ماكو اي كونتاكت بين الفيتنج سيرفيس وبين الدنتشر بيز. واذا شفت مكان يعني ممسوحه من عنده هذه البي اي بي الى درجه انه البينك الاكريليك طالع، معناتها هذه كلش بريشر اريا هنا، ولازم اني اسوي ريليف بهاي المنطقه. هذا شنو هسه انا سويت؟ شيكت الدنتشر بيس. نجي على البوردر مالت الدنتشر. البوردر احنا شنو اللي يهمني بالبوردر مالتي؟ اول شغله تهمني الاكستنشن والكونتور، ولازم يكون كومباتبل ويا التشو بهاي المنطقة، يعني شنو؟ يعني ما اريدها ثيك ولا اريدها ثن، والاكستنشن لا اريده اوفر ولا اريده اندر. بعدين اجي اشيك مناطق الفرينم، بكال فرينم، ليبيال فرينم، لازم اني اسوي الريليف، لازم افتح هنا نوتش مكان الفرينم حتى شنو؟ يعني اثناء الحركة هذه اكو مسل اتاتشمنت هنا، المفروض اني اسوي لها فد سبيس كافي تتحرك بيه براحتها، لذلك اني اسوي هاي النوتش. كذلك اروح للهاميلار نوتش اريا هماتين، هناك اكو فد ريفلكشن مال التشو، هم احتمال يحتاج اسوي له ريليف. زين، الدنتشر لازم يكون مالتي اشيكه يكون ستيبل خلال الكلام وخلال البلع، اذا ما كان بيستابلتي لما البيشنت يبلع او لما يحكي، معناتها هذه البوردرز بيها مشكله اوفر او اندر اكستنشن. شلون اعرفها اني هاي المشكله؟ البرجر انديكيتنج بيست ما راح يفيدني، اذا هي اوفر راح يفيدني، راح ينمسح من البوردر، لكن اذا هي اندر اكستنشن ما
ما راح ينمسح من عندها زين، فاني اريد فد شي ينطيني انديكيشن اضبط، فذلك انا راح استعمل الديسكلوزينج واكس. فاني اجيب الدنتشر مالتي اسوي دراينس للبوردر، دراينس مضبوط، اجيب الواكس الديسكلوزينج واكس اخليه يكون ساخن، مو ساخن، دافي لمدة 5 ثواني، واخلي بارتفاع متوازي على طول باصبعي اني على البوردرز مالت الدنتشر، البس الدنتشر للبيشنت، اضغط على الجهتين بنفس القوة باصابعي مو هو اللي عض زين، واخلي البيشنت يعني اقول له سوي الحركات مالتك مثل بوز، رجع لسانك لورا، حرك لسانك يمين يسار، يعني ها هي هذه الحركات، حاول شوية تنفخ، يعني المهم يحرك لي التشيكس واللبس وكل المصر حتى يسوي عندي بوردر مولدينج. اطلع من البيشنت ماوث، اشوف المنطقة اللي تحتاج ادجستمنت، اضيف عليها واكس وهاي، ارجع ممكن مرة ثانية الى ان اتأكد انه كل البوردرز صارت الاكستنشن مالتها مضبوط. وصلت الى انه اتشيك الريتنشن والاستابلتي مالت الدنشر. الريتنشن مالتي بالنسبة للأبر دنشر لبسه للمريض واسحبه باصابيعي، يلزمون هما الانسايزر جراسب الثمب والفينجر ويسحبون اللي جوا يشوفونه يوقع من مكانه او لا، المفروض يكون عندي ثابت وما يوقع لما نسحبه، بينما باللور دنشر لا، دائما يصير عندكم ريتنشن، بور ريتنشن، لانه البوردرز مالتي البوردر يصير انفيشنت، هو اصلا مساحته السطحية اللي مغطيها مو مثل الابر، فدائما عندي مشاكل قلة الريتنشن اعاني من عندها باللور. بعدين اجي اشيك الستابلتي، ستابلتي يعني الدنشر لازم لما يقعد بالبيشنت ماث يقعد ثابت، ما اسميها ما بي روكينج، ما يلعب. شلون يصير عندي الروكينج؟ سي مثلا عند هذا ماكسيلاري تيوبروسيتي او تورس بلاتينس موجوده بالمكزلة بنص البلد صايره، فمن تجي انت تضغط على الدنشر بوحده من اصابعك على المولر راح يفتر، تحس الدنشر ينرفع من الجهه الثانيه، يعني يصير يتمرجح على هذا التيوبروسيتي بالنص، فاني ما اريد هاي الحركه. يعني الشيء يصير انا اريد الدنشر مالتي لما اسوي يعني برجر باصبعي بمنطقه المولر اريا الدنشر مالتي يظل ثابت ما يزحلق او ما يتمرجح على الميوكوزا زين. بعدين اجي اشيك ثالث شغله او رابع شغله اشيكها هي الاوكلوجن مالتي زين، الاخطاء اللي تصير بالاوكلوجن لا هذه لازم يعني نعدلها، مهم انه انت هذه الاخطاء تعدلها باسرع وقت. لو صار عندك هذه الاخطاء ممكن حاله التي ام جي هي تغيرت، ممكن انت خطات بالمكزيلا مانديبولار ريليشن يعني ما سبب ما اخذت لسنترك صحيح للبيشنت، ممكن انت سجلت الترانس يعني الريليشن مالت البيشنت صحيحه لكنه نقلتها للارتكليتر بصوره خاطئه زين، ممكن الدنتشر بوردر تمبراري يعني بالتراي ان او او البايت اللي اخذنا بها الجو ريليشن، دائما هاي المشكله تصير عندي يجيبون اياها مو فت بحيث البسها البيشنت ماوث توقع، لا هي لازم تكون فت ورتنتف حتى اقدر اطلع بها قراءه او ريليشن صحيحه. ممكن انه الفيرتيكال اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن تغير لما نقلت على الارتكليتر، ممكن الارنجمنت اوف البوستيرير تيث غلط مفوتها لينجولي اكثر او مطلعها بكالي اكثر، ممكن الفلاسك اللي انت خليت بيه الدنتشر مالتك خلال عمليه الطبخ مالت الاكريليك ممكن ما قافله زين زين، او بالعكس ممكن انت مسبب ضغط كلش قوي على الفلاسكات، و البوليمرايزيشن هو راح يصير دائما، هذه الميزه او العيب اللي موجود بالاكريليك انه دائما يصير عندي البوليمرايزيشن. صار عندي اوكلوزال يعني فد ايرور، اجي انا لازم اصحح هذا الايرور مثل ما قلت، التصحيح عندي اللي هو سيلكتيف جرايندينج، يعني شنو؟ يعني اقص بالبير ماتي واقص هذه القطع ماتي يكون يا اما انترا اورالي انسايد ذا بيشنت ماوث او اكسترا اورالي، الارتكليتر يصير بالمختبر. بالنسبة للانترا اورالي زين يعني هذه تكون اسهل انترا اورالي، واكو هواية طرق انه نقدر نشوف اذا اكو فد اوكلوزال ديس هارموني، وحدة من عندهن الارتكليتنج بيبر او والشيت واكس. الارتكليتنج بيبر اللي هو ورقة الكربون زين، هذه راح تسوي لي مكان من يعض عليها البيشنت المكان اللي بريماتشور كونتاكت راح تصير بيه طبعة قوية، وعندي الواكس شيت الواكس من نخليه على الاسنان والعض عليها البيشنت البريماتشور كونتاكت راح تثقب الواكس من عندي، الواكس افضل
مفضل على ال articulating paper. لويش؟ انه يقول لك presence of saliva will complicate the use of articulating paper. وجود السلايفة اول ما تدخل articulating paper راح تقوم كأنما هذا الكربون اللي نكتب عليه هو هذا الكربون paper، تجي عليه رطوبة راح يقوم يصبغ بكل الاسنان. اكو اذا انت جايب articulating paper ام الشريط هذه صعب انه تخليها بالبوث سايد بالويشنت ماوث، بينما اكو نوع هو يو شيب صاير هذا اسهل بالجوريليشن. زين يقول لك الارتكليتنج بيبر الكربون اللي بيها قوي مجرد طخه خفيفه بالسن راح يصبغ لك المكان حتى اذا ماكو هافي كونتاكت، حتى اذا ماكو اوكلوجن، بس مجرد الطخ نتيجه الحركه راح تصبغ على التوث. والميوكوزال ديسبليسمنت تيبينج اوف دنتشر كان برينج نون اوكلودينج تيث انتو كونتاكت وذ ارتكليتنج بيبر. يعني مرات يعض البيشنت اكو كومبريسيبلتي بالميوكوزا راح تخلي الدنتشر يتحرك، ويعني حتى الاسنان اللي ما بها اوكلوجن راح يصير عليها طبع، يعني الطخ بالارتكليتنج بيبر ويصير عليها طبع. لذلك انا افضل اخذ القراءة مالتي بواسطة الشمع، لانه الشمع بس بالمنطقة اللي بيها هيفي بايت راح يصير عندي بيها بيرفوريشن، راح تثقب الكسب بهاي المنطقة، تثقب سوري الواكس الكسب العالي اللي بريماتشور هو اللي راح يثقب لي الواكس. الاكسترا اورال سلكتيف جرايندينج هاي يسوونها بالمختبر، اما يسمونها الطريقة اللي هي اللابراتوري ريماونت، انه بعد ما انطبخ الدنشر ماتي وطلع بعد الدي فلاسكينج، يعني بعد ما طلعته من الفلاسك شو سوي؟ تراجع قبل ما تبولش قبل ما هذي، بس مجرد فنشته انت تاخذه قاعدة على الكاستات على الارتكليتر نفس الارتكليتر وتطبق وتشوفون اكو بريماتور كونتاكت وتعدلها اكسترا اورالي، بعدين تفنش الدنشر تبولش كليته مرة واحدة، او انه تاخذه بالعيادة يعني تسوي له بولشينج وتكمله وتنطيه للطبيب. طبيب الاسنان ايش راح يسوي؟ راح ياخذ طبعات جديدة للبيشنت ويصبها بالجوريليشن مات البيشنت نفسها السنتريك ويصبهن على ارتكليتر، ويجي هذه يعني هش وقت نشوفها من انا سويت انسيرشن للدنتشر بالبيشنت ماوث ولقيت اكو هواية نقاط يراد لها تعديل بحيث ما اقدر اطول اني هواي بالبيشنت ماوث، فايش اسوي؟ اواخر الدنتشر اخذ طبعات فاينل امبريشن للابر واللور واصب الكاستات على الارتكليتر واقعد الدنتشر على الارتكليتر واسوي سلكتيف جرايندينج اكسترا اورالي خارج فم البيشنت الى ان تنضبط كليتها. زين وهذه بعدين تنضبط كليتها يعني الهاي سبوت كليتها تنشال، ارجع الدنتشر مالتي اسوي الانسيرشن بالبيشنت ماوث، وهاي الحاله هي اللي يسمونها اللابوراتوري هاي الكلينيكال ريماونت. زين يقول لك الاكسترا اورال سلكتيف جرايندينج مفضل على انه يعني الافضل انه تحط الدنتشر مالتك برا حلق البيشنت وتسوي سلكتيف جرايندينج احسن ما تسوي سلكتيف جرايندينج بالبيشنت ماوث يعني نفسه. ليش؟ لانه انت راح تقلل من مشاركه البيشنت، ف يعني راح تخفف الحمل عن نفسك، لانه اي شغله يتدخل اي حركه يسويها البيشنت راح يتعبك فيها. زين الشغل قدام عينك، فانت البروسيجر الشغل قدامك راح يكون اسهل اسهل مما داخل بيشنت ماوث اللي هو صغير وقوه تشوف بيه. الفاونديشن اللي راح تشتغل عليه انت كاست يعني فتشي ريجيد، مو مثل انترا اورالي الفاونديشن راح تشتغل عليه الميوكوزا اللي هي كومبرسبل اللي يسوي شيفتنج ويتحرك الدنتشر بمكانه. الشيء مهم اللي راح اخلص من عنده هو السلايفة زين اللي هي تأثر دائما على العلامات مالت الكربون. ويقول لك الكوركشن كان بي ميد اواي فروم ذا بيشنت thus preventing occasional objection of the patient. يعني مرات من انت البيشنت تلبس الدنشر وظل هواي تعدل سلكتيف جرايندينج راح يضوج ها شنو الشغل مو زين ها شو هسه جاي تعدل بيه، بينما اذا انت مكمل كل شيء بحيث يجي البيشنت راسا يلبسه ويروح الثقه مالت البيشنت راح تصير اكثر وانت راح يعني تسهل على نفسك هواي امور هماتين. زين اذا انا اريد اعدل فد ايرور صار بالسنتريك اوكلوجن، وهاي المعلومه مهمه وننتبه عليها زين، انه اذا كان الكاسب عندك طويل لمن يقفل البيشنت سنتريك ولمن يقفل اكسنتريك اثنيناتهم بالحالتين تطلع لي بريماتشور كونتاكت بهذا الكاسب، فش اسوي اني؟
أقص الكاسب، أقلل من الارتفاع مال هذا الكاسب. أما إذا كان البريماتور أو الهاي المكان العالي يطلع عندي فقط بالسنترك، مو اكسنترك، فقط بالسنترك وحدها، شو أسوي؟ أسوي ديبنينج للفوسة المقابل لها. زين، إذا عندي وركينج أوكلوجين وبالانسينج أوكلوجين أريد أني أجي أسوي أعدل الأخطاء اللي بيها. فبالنسبة للوركينج سايد أني أتبع القاعدة الرول اللي أسميها البول رول. بول رول يقول لك بي بكل يو أبر والإل لينجوال لور. فإذا عندي المنطقة بها بريماتشور كونتاكت، فأني من أخذ من أقص، أقص من الـ من الإنكلينيشن، من الميلان مالت البكر قصب مات بالأبر، والميلان مات اللينجوال قصب بالنسبة لللور. هاي وين؟ هذه بالوركينج سايد. بالبالانسينج سايد صار عندي بريماتشور كونتاكت، شلون اعدلها؟ دائما منين اخذ اني من الانر انكلاين مالت المانديبولار بكال كاسب، يعني البي ال بكال اللينجوال مالت البكال، البكال مالت اللينجوال كاسب مالت المانديبولار تيث. واذا اخذت وشفتها بعدها اكلها في كونتاكت، ممكن اني اقصر الارتفاع مالت البكال كاسب نفسه، مو بس السلوب، البكال كاسب نفسه ممكن اقلل من عنده. وبهاي الطريقه من اللي راح يصير دوميننت؟ راح يصير البليت الكاسب مالت المكزيلا هو الدوميننت كاسب، وراح يسوي لنا يوجه لنا الفورس دايركتلي على المانديبولار دنتشر. زين، اذا كانت عندي البريماتشور كونتاكت تصير عندي خلال البروتروجن، فها شو اسوي؟ من اقص؟ يقول لك هذا ناخذ الديستال انكلينيشن مالت المكزيلاري كاسب والميجر انكلينيشن مالت المانديبولار كاسب، من عندها ناخذ من هاي المنطقتين. زين، وبعدين ورا ما كملت اني السلكتيف جرايندينج مالت الكاسبات، اخذت قلنا قبل شويه تعلمنا منين ناخذ، من كاسب، من انكلينيشن، من كاسب وانكلينيشن، من ديبينج للفوسة. ورا ما كملت كل شيء وحطيت الارتكليتنج بيبر وتاكدت انه ماكو بريماتشور كونتاكت، اكو كونتاكت متساوي على كل الكاسبات، لكن الوقت شو اسوي؟ اجي ارتب شويه الاناتومي مالت التوث، لان اكيد خربته بهاي الحركه مالتي، وانعم المكانات صايره خشنه. زين، وبعدين اسلمه للبيشنت للدنشر مالته، اسلمه ابدي انطي الانستراكشن اللي هي سبيشال انستراكشن تو ذا بيشنت، هاي ضروري انه تقولونها ما تنسونها. واحنا اتفقنا هذه التعليمات انا باديه وياها مطيتها سابقا من كل المراحل اللي باديه بها اشتغل بها، لان وصلت الى مرحله الانسيرشن اجيب واكرر بالكلام مالتي. بالنسبه للبيشنت لازم انه اني اذكره دائما، لازم يعني دائما تقول له انت حاول ما تقارن نفسك بغيرك، انت حالتك الصحيه الجسديه الفسلاجيه حاله حل فمك تختلف عن غيرك، يعني حاول انه ما تقارن نفسك بغيرك، مو غيرك اللي بس الدنشر ومرتاح بيه وصار عنده ألم وصار عنده ألسر وكذا، مو معناتها انت راح يصير عندك نفس الشيء. يعني المفروض كل واحد يعرف انه كل يعني الفاونديشن الموجودة عنده تختلف عن الباقين، والمشاكل اللي ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك انت ممكن غيرك راح تكون عنده عادية ويتقبلها. زين، ممكن انت ضوجك مشكلة بعدك ما تعرف تحكي بالكلام، ممكن غيرك يقول لك مو مهم حتى لو ما اقدر احكي بي، المهم اني اقدر اكل بي. فالمهم يعني احاول دائما انه يعني اوصل هاي الفكرة للبيشنت مالتي. وبالنسبة للأبيرنس هاي تعتمد على الأدابتيشن مالت البيشنت، دائما انت قول له يعني بالبداية راح يحس بفمه فتشي كبير، فتشي ثقيل، فتشي صعب يحكي بيه. زين، لكن ويا الوقت راح يصير بيه أدابتيشن، حتى الشكل اللي كان يستغربه راح يشوفه كلش ناتشرال وطبيعي، ويحس انه فتشي صار جزء من عنده وما راح يحس اكو فد مشكلة. عندك اللبس، وتشي اللبس مو راسا راح يعني تتعود على وجود الدنشر، اول شيء راح يتعلم، يعني راح اول ما تلبس الدنشر ايش راح يسوي؟ راح يلزم شفته. اكثر المرضى اللي انا ملبستهم الدنشر اشوف هاي الحاله، يلزمون شفتهم، يقول لك شفتي بارزه كلش، احس فتشي دافع شفتي، احس فتشي تارس حلقي. يعني زين، بهاي المشكله تجي انه المسلز مالت اللبس والتشيك تعودت على فتره ما كلها سبورت، فمن لما يجي لها فجاه يجي فتشي سبورت ودافعها من ورا. زين، يعني شوي المسلز تكون بها تنشن، تتقلص المسلز،
يعني كأنه ما راح يتفاجأ البيشنت من هذا الشعور، شوية شوية راح يصير عنده تعود وأدابتيشن على هذا الشعور، وراح يحس أنه أمر طبيعي. زين، الأكل مالته شلون راح يكون بيه الأكل، أو الماستيكيشن وذ نيو دنت. فلازم أفهم البيشنت أنه تعودك وشون تعرف الطريقة اللي راح تقدر تاكل بيها او تستعمل الدنشر مالتك، هي developed skill، يعني فد موهبة انت راح تطورها بنفسك. زين، تاخذ لك فترة طويلة، يعني من البداية لازم اقول يعني خلي عد علم انه ممكن تاخذ 6 إلى 8 أسابيع لا تتعود تاكل عليه مضبوط. زين، فاذا انت ما منطيها علم من البدايه واجى دا ياكل عليه وما عرف، راح يصير عنده ديسابوينتمنت، رده فعل محلوه. فانت لازم من البدايه تقول له انه راح تاخذ فتره حتى يصير عندك ادابتيشن، حتى تقدر المصل مالتك انت كانت متعوده على وضع جديد، هسه اجا وضع قديم، اجا وضع جديد، لازم تعوف الميموري القديمه مالتها المصل هذه وتتعود على يصير بها ادابتيشن على الوضع الجديد. بالنسبة يعني لسانك، خدك، شفتك، هذا هيك تقول له انت، هذا انت راح تلبس الدنشر مالتك، حاول انه تسوي تعتبره كتمرين لهذه المسلز، وتشوف شنو الانسب، شنو الاسهل الها، شنو الاريح الها. انت هذا مثل ما قلنا هي ديفلوب سكيل، انت راح تطور المهارة مالت هذه المسل. يعني نقول له عود او درب المصر مالتك شلون، شنو اللي لازم تسوي وشنو اللي لازم ما تسوي، على مود يقدر يخلي الدنشر ثابت بمكانه. وحاول تعود البيشنت انه بالبدايه لما تلبس الدنشر ابدي اكل السوفت فود، لا تروح كلش على الاكل القوي. اذا رديت اكل قوي لازم تقطعه قطع صغيره وتاكل على الجهتين بنفس الوقت حتى يظل الدنشر ستيبل. زين، البيشنت كل ما يظل فترة أطول قال لابس قالع الدنشر، يعني قالع أسنانه، وياكل على الرجز بدون أسنان، راح يقعد يسوي هابتشوال بايت، يعني يطور نفسه حركات بحيث يسهل على روحه شلون ياكل الأكل بين الرجز. ممكن تلاقي قسم من عندهم يشفت الماندبل على جهة اليمنى على مود الأبر واللور، الرجز يصير وحدة فوق الأخيعاب. ممكن يطلع الماندبل اللي قدام يخلي ايدج تو ايدج الرج ويا الابر حتى يقدر يطحن الاكل على هاي المنطقه. ممكن بلسانهم يدفعون على البلد حتى يسوون كراشنج للفود يقدرون ياكلونه. فشوف هم البيشنت يسوون يعني حركات غريبه على مود يقدرون ياكلون بيها. كل ما زادت الفتره، طالت الفتره الزمنيه انه يسوي بها هاي الحركات، كل ما بعدين صار عنده الادابتيشن على الدنشر لمن يسويها راح يكون ابطا واصعب. زين، ايضا اكو شغله راح تصير عند البيشنت ونقول لهم هذه عاديه وراح تروح ورا فتره، اللي هي السلايفيشن، انه اي فد شيء يعني كونتاكت ويا السليفر جلاند، ستيميوليشن للسليفر جلاند انه تفرز سلايفا هوايه. وهاي بالبدايه اكيد راح تصير يعني عاديه عند البيشنت، يعني تصير يعني مزعجه للبيشنت، هواي سلايفا عنده بفمه. بعدين ورا فتره هي الجلاند، السليفر جلاند راح يصير بها اكوموديشن على او ادابتيشن على وجود الدنشر، وراح يكون بها السكريشن مالت السلايفا امر عادي. نجي على البيشنت، على الحكي بالدنشر العادي، بالدنشر طريقة الكلام وطريقة لفظ للحروف. ومن حسن حظنا انه هاي المشكلة هي اقل المشاكل اللي راح يعني نواجهها، واسهل مشكلة من ناحية الحل، انه هي تعتمد على انه يصير الدنشر يلبس المريض يصير عنده تريننج لللسان مالته ويتعود عليه ادابتيشن ويقدر يلفظ بيه بصوره صحيحه. اذا انت مسوي اكو فد مشاكل احنا قلناها تتعلق بمكان الاسنان راح تخلي يلفظ الحروف بصوره خاطئه، لكن اذا انت مسوي الدنشر مالتك صحيح البيشنت صحيح بالبدايه ما راح يلفظ عليه حروف لفظ صحيح، لكن مع مرور الوقت مع كم اسبوع راح يتعلم يلفظ عليه الحروف اللفظ بصوره صحيحه. يعني باختصار المساله كلها adaptability مالت التانج، يتعود على التانج يقوم يلفظ لفظ صحيح. احيانا احنا نضطر يعني يقول لك فنسست ضروره انه تخلي additional bulk على البلت، فهذا راح يعني المشكله انه الimpairment بالسبيتش راح تكون فد اطول، تاخذ وياك فترة أطول لأنه تانك صعوبة عليه يلفظ الحروف بصورة صحيحة. إضافة إلى أنه مرات إذا غيرت ولو بوينت ملم، يعني بوينت نص ملم من كمية الأكريليك رينج روجن جايفلي، هاي راح تأثر لك على لفظ الحروف خاصة الحرف S.
ومثل ما قلنا ونرجع نكرر أنه اللفظ باللنشر الجديد يحتاج براكتس، لازم يتدرب على مود يعرف يلفظ على البيشن باللنشر الجديد. الكلمات اللي ما يعرفها أو يخطئ بها يظل يكررها يرفضها بصوت عالي، يعيدها أكثر من مرة لأن يتعود عليها يقولها بصورة صحيحة. ها طبعا مرات احنا ما ننتبه عليه، البيشنت يجي يلفظ حروف، يعني فد اشياء صغيرة يواجه بها صعوبة بلفظ الحروف احنا ما ننتبه عليها، هو بنفسه ينتبه عليها، فهو هذه راح يحاول نقول له اللي تحس عنده الحرف او الكلمة اللي تحس انه عندك مشكلة بلفظها حاول تظل تكررها دائما بصوت عالي واكثر من مرة الى ان عندك يصير الطريقة تعرف شلون تلفظها بصورة صحيحة. اخر شيء يجي يعلم البيشنت شلون يعتني بالدنشر مالته او الاورال هايجين اند وذ دنشر. هم اكثر الناس يكونوا يعني مقتنعين انه وجود الاسنان هي راح تسبب لك مشاكل، يصير تتكسر، يصير بها تسوسات، تنقلع شيء، فيقول لك اذا انا ما عندي اسنان قابل شريد يصير بيها هي اسنان وراحت. لا، انت لازم تخليه يقتنع بصورة تامة انه لازم يحافظ على الجود اورال هايجين، لازم تقول له رينز ذير دنتشر، يعني تقول له من تخلص وجبتك تروح تغسل ايدك، انزع الدنتشر مالتك اغسله وارجع لبسه وتمضمض، حتى يعني يحافظ على الهيلثي جنجفه، بقايا الاكل حتى يوخرها ما تظل موجوده يعني بين الدنتشر وبين الميوكوزا. قل له مره واحده باليوم، انت يعني اقلها مره باليوم اذا ما تريد تسويها هوايه، وخره الدنتشر انزعه من مكانك وغسله زين، فد اي نوع من الكلينزر موجوده مالت الدنتشر زين لحد لمدة 30 دقيقة حتى مود يظل هايجينك الدنشر مالتك. وقبل ما تخلي بالكلينزر يفضل انه انت بفرشة تشيل الدبريز بقايا الاكل اللي موجود بيها، بعدين تخلي بالدنشر كلينزر. طبعا الفرشة اللي يستعملها يفرش الدنشر بها لازم تكون سوفت، ما تسوي ابريجن، ما تسوي خشن ولا ديترجنت اللي راح يخلي بيه ممكن يأثر على الدنشر، لا. وقلنا احنا هذا الكلينزر لازم يخليه بيه مو اكثر من 30 دقيقة باليوم. شو تقول له لما تريد تغسل الدنشر مالتك؟ تقول له المغسلة او الحوض انت راح توقف فوقه وتنظف الدنشر، جيب لك قطعة قماش صغيرة خليها بالمغسلة، لانه المغسلة احنا نعرفها فرفوري صايرة، فاحتمال الدنشر اذا فلت من ايده وقع بالمغسلة ينكسر، فقل له انت خلي قطعة قماش موجودة بالمغسلة بحيث إذا وقع الدنشر من إيدك يوقع على هذه قطعة القماش ويعني ما ينكسر. وأقول له لا تستعمل فرشة الأسنان مالتك نفسها تفرش بيها الدنشر التخم، لأنه ممكن هذه تكون بها abrasive material وتحك الدنشر، وأنا ما أريدها، أريد الأكريليك سيرفس يظل سموث، فيستعمل فرشة لينة حتى ما يأذي الدنشر مالته. والميوكوزال سيرفس اوف ذا ريسيدوال ريدج والدورزال سيرفس اوف ذا تانك، هذا المفروض يعني بالفرشة اكو فرش بها سطح مالتها مو اتجاه الفرشة اتجاه الفايبر، الاتجاه المعاكس اله مكان ربر يصير، هذا يستعملونه يتفرش بيه اللسان، يتفرش بيه الميوكوزا، خاف اكو بادي عنده بكتيريال جروث او كانديدا جروث او فانجال جروث عنده، حتى يكون يعني يحافظ على الهيلثي مالت الجنجيفة.